أقل ماكينة. اللي بس أقل أقل ها. صغير الستارت. على ال تقول نسم على السيارات الكبار فيات. إيش فيه؟ ما بيصير. في بدل قوائر هواء هواء وضغط كومبريزر هواء كومبريزر يدفع الاولي دفع اولي يدفع البستون وفي هواء يعني في لا الهواء هذا الاولي كيف دفع اولي البستون عشان تعمل عمل احتراق لازم يكون فيها حركة ضغط اشتعال فور ستروك لازم فور ستروك نعم كومبريسر بعدين اشتعال بعدين اكسبانشن نزول بعدين بعدين ايش بعدين كومبريسر كومبريسر كومبريز هذه في أول ما إيش معنى أول كذابية كيف كيف مجي كيف مجيب أول حاجة هذه عشان يكون مدارية كومبريز إيش كومبريز أول ما نزل نزل تحت الصناف في الهواء تقرب قلبك كومبريز غير ما لازم بقى كومبريز أول كيف كومبريز إيش أو عشان البروسس تدور لازم حبة ما مقصش نعمل له موقع دي حق البترول فايرينج البلاك صعب صعب كمبروز كبير بدون تعمل له سبارك يعني ما يش هيك شعلة أولية صعب لازم له ايش كومبريز حتى ما بقى ديزل دائما كومبريز يعني خاصة ديزل كبار خاصة ديزل استقال على ممكن في سبار لكن الكبار ولا فوق والمكان ولا فوق كبار عشان يكون عملية أولية تشغيل أولي ذات أولي عشان تصرف تتم عملية تسرع بالكمبريز أول حاجة الكمبريز إيش؟ بالهواء من هواء كمبريز يدفع البستون بعدين في طبعا مع الكمبريز هذا يكون معنا تصمرت الوقود شغالة مدخلات حق الوقود شغالة دخل الوقود تعمله مع الحركة مع الكمبريز الوقود يدخل تعمل كمبريز تعمل احتراق أولي بعد كده خلاص هل أحتاج الكمبريز كل شوف لا خلاص بعد انتهى العملية هواء يدخل تدخل هواء بكل 100 سنترات جهاز بس جهاز ايه اخوه كل الجهاز انا مش معقول كل كوربه جاي يعني السنسر قدام جهاز ايه واحد طلعه واحد نزله واحد طلعه على حسب اللي هو مثلا اللي هو تحت بيرفع له فوق بعدين هو اللي هو وهذا اللي فوق بينزل في الحريق اللي تحت وهكذا عملت مبادله ايوه دحين هذول يكونوا فور ستروك ها؟ هذول فور ستروك كلهم بعدين بعد ما انتهينا عملية الهواء قامت الماكينة دخل الزوز دخل الوقود سوى احتراق وخلاص انتهى موضوع الهواء انتهى خلاص شرق العملية ها؟ بعدين تتم العملية بال خلاص العملية تربو شرق يدخل الهواء وشو بيسوي بعدين هذه الماكينة طيب الماكينة الآن في بستونات شغالة وفي غزوز خارج تمام طيب الآن احنا شغلنا الماكينة قامت السيارة قامت الماكينة شو مش بطريقة أو ديالي لازم ايش مراقبة تشغيل ومراقبة مش تراقب لازم تقعد حاضر غزوز تقعد حاضر الصليط الحركات تسمت عبارة عن نظامين نظام الاشتعال نظام التبريد بينضغ بالزيت ونظام التبريد بايش؟ بالماء تمام على نظام نظام كل حاجة نبدأ بالوقود نقول الوقود بعد نعيش الأولين نظام
الخزان الرئيسي، ودي الخزان الماكينه.